مشاهدينا، أكيد في اختلافات جوهرية بين الرجل والمرأة من حيث عدة أمور. أبرز هذه الأشياء طبعا التواصل ولغات التعبير وأيضا طريقة التفكير، ومن المهم أنه احنا نوضح هذه الاختلافات حتى يكون هناك تفاهم وأيضا تناغم بين كلا الطرفين في مختلف أنواع العلاقات. نتكلم بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا عبر سكايب الأستاذة أماني باخشة، أخصائية نفسية. يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله أستاذة أماني. أهلا وسهلا فيكم، حياك الله. شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا اليوم. يقولون أستاذة أماني أن الرجل أذكى اجتماعيا والمرأة أذكى عاطفيا، هل هذه المعلومة أو هذه المقولة صحيحة؟ ونبيك تشرحي لنا إيش معناتها أذكى اجتماعيا وأذكى عاطفيا، تفضلي. بالضبط، خلينا أول شيء نوضح للناس إيش معنى الذكاء الاجتماعي وإيش الفرق بينه وبين الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي معناه هو معرفة الفرد لعواطفه ومشاعره الخاصة فيه والقدرة على فهم انفعالاته وكيف التحكم فيها، لكن الذكاء الاجتماعي هو فهم مشاعر الآخرين وكيفية التواصل والتفاعل مع الآخرين، يعني المعنى المرادف ليه هي البراعة واللباقة في الكلام والتكيف مع العلاقات الاجتماعية حتى لو كانت جديدة، يعني يقدر يتكيف معها. فالفرق بينهم إيش؟ الذكاء العاطفي هو بيركز على الفرد على نفسه، لكن الذكاء الاجتماعي هو التركيز بيكون على العلاقات مع الآخرين. تمام؟ نعم. فبالنسبة لمستوى الذكاء الانفعالي، لما قلتي إنه الناس مفكرة إنه الرجل أذكى اجتماعياً والمرأة أذكى عاطفياً، فإحنا هنا حنتكلم كدراسات علمية، ما هي آراء، ما هي مجرد آراء وكذا. فالدراسات العلمية إيش بتثبت؟ نعم. في دراسات حديثة يعني اتعملت على مستوى الذكاء الانفعالي عند المرأة وعند الرجل، اكتشفوا إيوه الذكاء الانفعالي أو الوجداني عند المرأة أعلى من عند الرجل، بحكم إنه المرأة عندها قدرة أكثر في التعبير عن الانفعالات وفهم لغة الجسد، يعني فهم لغة الجسد من الآخرين، من نبرة الصوت، من ملامح الوجه. المرأة عندها القدرة أكثر من الرجل، وده ممكن يكون بحكم التنشئة الاجتماعية، يعني من صغرها الآباء بيتعلموا مع الإناث إنه إيوه ممكن تبكي، ممكن تعبر عن انفعالاتها، عواطفها، لكن الرجل لا، لما يجي يبكي مثلا نقول له عيب، الطفل يعني الذكر لا نقول له عيب، فما بيعبر كثير عن عواطفه. طيب هذا بالنسبة للذكاء الانفعالي. بالنسبة لمستوى الذكاء الاجتماعي فلا، يعني الدراسات أثبتت أنه ما في فروق بين المرأة والرجل في نسبة الذكاء الاجتماعي، بالعكس المرأة كمان عندها القدرة أو عندها الذكاء الاجتماعي المناسب، وده ممكن يكون بحكم التغييرات اللي حاصلة في المجتمع، لأنه المجتمع صار يعطي فرص للمرأة أكثر، التعليم ما صارت عند المرأة يعني عندها فرص تعليم أكثر، فتح وظائف للنساء، ده كله خلاها إنها عندها قدرة على التواصل الاجتماعي مع الآخرين وقدرة على الاختلاط بالمجتمع. اسمحيلي هنا أوقفك أستاذة أماني، ودي أسألك، يعني الحين احنا نتكلم انه الذكاء الاجتماعي ممكن يكون مكتسب، هي مهارات مكتسبة، اما الذكاء العاطفي فهو فطري؟ لا، الاثنين مكتسبين. طب ليش ممكن المرأة انها تتحور وتتغير بس الرجل لا يضل زي ما هو؟ لا، ممكن يتغير، ما هو مكتسب، ممكن في، يعني هي النسبة كدراسات نسبة الرجل ونسبة المرأة، لكن مش معنى كده انه الشخص اذا ما عنده ذكاء اجتماعي ما يقدر ينمي الذكاء الاجتماعي عنده، لا ممكن يتغير. ونفس الشيء للمرأة، إذا ما عندها ذكاء اجتماعي ممكن تنمي ده الشيء على حسب الظروف. تمام. طيب عشان نعطي مثال، لما تصير أي نوع من أنواع المشكلة في حياة كل طرف، كيف يتعامل معها الرجل وكيف تتعامل معها المرأة؟ أيوة، في برضو دراسات حديثة تكلمت عن ده الشيء، كيف تعامل الاختلاف بين الرجل والمرأة في التعامل مع المشكلات. في دراسة قالت إنه الاختلاف بيكون بينهم في مواجهة المشكلات من ناحية نقطتين، المشاركة في المشاركة مع الآخرين في حل المشكلة وكيفية حل المشكلة. نعم. بالنسبة للرجل كمشاركة للآخرين ما يحب
انه يتكلم اذا عنده مشكله خاصه ما يحب يتكلم فيها. هذا زمان استاذه اماني، الان عادي الرجل يتكلم، ما عاد هو زي اول. يعني احس انه الرجل هو على حسب يتكلم اكثر من المراه بعد. مو كلهم، مو كلهم، هو كل حاجه لها استثناءات اكيد. في بعضهم ايوه ممكن يتكلم ويحكي، بس بعضهم لا، يفضل انه انا اقدر اتكلم او انا اقدر احل مشكلتي بنفسي يعني. او حتى لو اتكلم عن مشكله مع شخص ما، ممكن يحب يتكلم مع احد مختص اكثر من انه يتكلم مع صديق او احد قريب منه اكثر. نعم. المراه لا، المراه تحب المشاركه الاخرين، اذا عندها مشكله معينه تحب تتكلم مع صحباتها، مع احد قريب لها، لانها هي بتتكلم معها كدليل انه على الحب او الثقه. نعم. بينها وبين الطرف الثاني، ومش كنوع من انواع اللي هي ححمل عليها او اضغط عليها، لا، فهي طبيعتها ايوه تحب انها تتشارك مع الاخرين في حل المشكلات. صحيح. بالنسبه نعم. لاسلوب كيفيه حل المشكله، الرجل دائما يحب لما يحل مشكلته ينعزل شوي، يعني لما تصادفه مشكله يحب انه يميل للعزله. صحيح. شوي يعني ايوه، يفضل انه يكون هادي اكثر حاجه لين يتوصل للحل. نعم. وده الشعور بيحسسه بالراحه، لكن المراه لا، بما انها تفضل مشاركه الاخرين تفضل انها تتكلم مع شخص معين علشان تنحل المشكله. عشان كذا دائما يقولون لك استاذه اماني ما تقولين سرك لمراه لانها هي تحب تسولف، فممكن انها بالغلط تقول سرك. anyway استاذه اماني، خلينا نتكلم عن هذه الاختلافات اللي انت ذكرتيها من بدايه الفقره، ونسال السؤال الجوهري في هذه الفقره، ونقول كيف ممكن المراه والرجل بهذه الاختلافات اوكي يقدرون انهم يتواصلون ويحلون مشاكلهم الخاصة اللي بينهم، لأن هي عاطفية وهو عقلاني، أو هي عاطفية وهو اجتماعي، فكيف ممكن نحن نوازن؟ بالضبط. بما أنه في اختلاف، الرجل دائما في أسلوب التواصل يحب يتبع أسلوب التقرير، يعني أعطيني المهم، اختصري في الكلام، أديني حقائق وبيانات أكثر من أنك تتكلمي على حاجة شخصية أو حكايات. المرأة لا، تحب أسلوب الوئام، بناء علاقات، مشاركة معلومات شخصية، تحب تتكلم، تحب تحسس أنه في أحد بيتفاعل معها في الكلام، سواء بكلمة أو بلمسة أو كده، تحب يكون في تواصل بينها وبين الشخص اللي بتكلم معها، تحب التفاصيل يعني أكثر. نعم. فأحيانا الاختلاف هذا ممكن يحصل مشاكل، بالذات لما تكون العلاقة قريبة أو بين الرجل والمرأة، يعني مثلا زوجين. نعم. بعض حسب هذه التركيبة، اختلافات التركيبات ممكن يحصل نوع من أنواع انعدام التواصل بينهم، لأنه كل واحد ما فاهم الثاني. الرجل لما تيجي المرأة تحكي مشكلة يقول لها اختصري، فهي ممكن تفسرها أنه أنت مش مهتم. صح. فهي طبيعة المرأة تحب لا المشاركة، تحب الاهتمام. فالرجل لا، ممكن بيقول لها اختصري، ما أحب أنا الكلام الكثير، فبتحصل مشكلة أنه في النهاية يوصلوا الاثنين أنه خلاص تنعدم التواصل. يعني ممكن الزوجة لا ما تتكلم عن مشاكلها مع الزوج أو العكس. أستاذة أمالي بخشب، أخصائية نفسية، يعطيك العافية وشكرا لك، وشكرا لتواجدك معنا مشاهدينا. نطلع فاصل قصير ونرجع لكم.